ألم يبلغك قول ابن الأنجة؟ توهم ذلك لشدة فزعه من التتار. هو لماذا لم يعد ولدي معه؟ هم الذين تركوه وأسرعوا هاربين. ولماذا فعلوا ذلك؟ لابد أن التتار تعاقبوهم فوقع ولدي بين أيديهم. أخشى أن هكذا من استجابتي لابن تيمية؟ لأن هذه الاستجابة قد تفسر على غير حقيقتها. قد تفسر بماذا مثلا؟ بأننا قد أدركنا التعب من مواصلة الغزو. هل يعقل أن يظن الناس ذلك؟ هل يعقل؟ ولم لا يا مولاي؟ ودليلهم استجابتكم لابن تيمية. أعلم أنني كسبت الكثير باستجابتي لهذا الرجل. كيف يا مولاي؟ لقد قمنا بهذه الحملة لفتح الشام ومصر وضمهما إلى دولتنا، وبما أن دمشق أهم مدن الشام ستكون لنا في نهاية الأمر، أليس من الأفضل أن تظل سليمة دون أن يمسها سوء؟ بلى يا مولاي. وأهل دمشق سيكونون فيما بعد من رعيتنا، فإذا لم ينلهم منا سوء سيكونون أكثر اطمئنانا لنا، خصوصا أننا نعلن للجميع في منشوراتنا أننا جئنا نخلصهم من ظلم المماليك وأننا مثلهم مسلمون. معذرة يا مولاي، فقد غاب عني ما فكرتم فيه. أما نحن فمع إدراكنا لمقصد مولانا قازان ما زلنا نتحفظ على هذا الموقف. أجل يا مولاي. وأمر آخر هام فيه كسب كبير لي، ذلك هو عقد صلة بيني وبين ابن تيمية. يبدو أن هذا الرجل له أعظم مكانة في قومه، وهذا مصدر خطورته ومصدر نفعه أيضا إذا استطعنا على الأقل أن نأمن جانبه. ابن تيمية تأمن جانبه؟ لا أخفي عليكم، لقد شعرت بالاحترام لهذا الرجل العالم، وعظم في عيني وهو يتحدث إلي في ثبات ووقار وجرأة. قد عجبت لهذا، فقد ظننته جاء يلتمس تحقيق مطلب، فإذا به يطلب، بل أكاد أقول يأمر. أنت الذي أعطيته هذه الفرصة كذلك يا مولاي حين أصغيت إليه وهو يتحدث على هذا النحو. كان يمكنك أن توقفه عند حده. لا أكتمك يا مولاي أنني أحسست بالدهشة، فالأمر معك يا مولاي على العكس دائما، فكل من يتحدث إليك يشعر بالمهابة. إلا هذا الرجل. هذا كثير. أنت يا مولاي قازان، يا أعظم ملوك التتار، يا من ترتج الأرض وتئن تحت سنابك خيله، يا من تهتز العروش بملوكها لمجرد ذكر اسمه وتكاد تيجانهم تطير من فوق رؤوسهم، كيف تهتز فيك شعرة أو يختلج لك جفن أمام هذا الرجل؟ لا أدري يا قطلشاه
سر مهابة ابن تيمية. فكم التقيت بملوك وسلاطين وأبطال حروب وحكماء وعلماء، فما أحسست إلا بأنهم يهابونني إلا هذا الرجل، فقد أحسست معه على العكس. لا أكاد أصدق أن مولاي قازان هو الذي يتحدث أمامي الآن. أي سر في هذا الرجل؟ ما مصدر هذه القوة الكامنة فيه؟ ما مصدر عظمته ومهابته؟ أهو إيمانه العميق بربه وعقيدته؟ أهو اعتزازه القوي ببلاده وقومه ونفسه؟ لعل من مصادر قوته وعظمته أيضا مظهره البسيط وثيابه المتواضعة، كما أنه لا يعتز بجاه أو سلطان سوى جاه العلم وسلطانه. ومما يزيد أيضا من قوة هذا الرجل ومهابته، لقد ذكرت الكثير من أموره، فأي جديد ستضيف؟ ومما يزيده قوة ومهابة تجرده من الأنانية حتى بالنسبة لأبناء دينه المسلمين، فقد أصر وهو يطالبني بإطلاق الأسرى أن أطلق الأسرى المسلمين وغير المسلمين. ولكن لماذا تحدثت طويلا وباهتمام عن هذا الرجل؟ هذا ما كنا سنسألك عنه يا مولاي، لأنه أثار دهشتنا. لعل سبب ذلك أنه أول رجل أغزو بلاده، وأشعر أنه غزا نفسي بالإجلال والمهابة. يا أهل دمشق المحروسة، هذا عهد من ملك التتار محمود قازان يلتزم لكم فيه بتحقيق الأمان. تفتحوا الحوانيت وانزلوا الأسواق وباشروا الأعمال واسعوا للأرزاق، وكونوا على ثقة من هذا العهد والميثاق. يا أهل دمشق المحروسة، يا أهل دمشق المحروسة، هذا عهد من ملك التتار محمود قازان يلتزم لكم فيه بتحقيق الأمان. تفتحوا الحوانيت وانزلوا الأسواق وباشروا الأعمال واسعوا للأرزاق، وكونوا على ثقة من هذا العهد والميثاق. يا أهل دمشق المحروسة. حمدا لله على سلامتك يا عبد الرحيم. سلمك الله يا سعاد. قطعت قلوبنا يا ولدي. وقاكم الله من كل سوء. أبي بطل مغوار. حمدا لله على سلامتك. الشكر لله تعالى، ثم لابن تيمية الذي طلب من قازان إطلاق سراحنا. الشهادة لله، نحن نعترف بهذا الجميل لابن تيمية. بارك الله فيه. عرفت الآن يا جدتي أن أستاذ ابن تيمية رجل عظيم همام. عرفت يا راشد، بارك الله فيك وفيه. ألف حمد وشكر لك يا رب. الشائعات تملأ البلد بأن ابن تيمية هو الذي جاء بعهد الأمان من قازان. وهل في هذا شك يا صالح؟ حتى أنت تصدق هذا يا مسعود؟ أليس هو الذي حدث؟ قازان الذي دوخ البلاد يستجيب لرجاء ابن تيمية؟ من كان إذن وراء إصدار عهد الأمان؟ قازان. هكذا دون طلب من أحد؟ أجل، فقازان لا يعمل حسابا لأحد. حي الحساب لصاحب الحساب في يوم الحساب. حي يا جماعة، يا جماعة، أريحوا أنفسكم فالتفكير في مثل هذه الأمور وجع دماغ لا جدوى منه.
بل إني أعرف السر بين قازان وابن تيمية. يا أخي كيف يكون بينهما سر؟ ما هو السر يا صالح؟ شيء من أمرين. هل السر يكون شيئا من أمرين؟ مسعود، إما أن تكف عن مقاطعتي أو تفارق مجلسنا. حقا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بالله يا مسعود انتظر حتى نسمع. ما هو السر في هذا الأمر يا صالح؟ إما أن يكون هدف قازان من عهد الأمان هذا هو أن يخدرنا به ثم يفاجئنا بالهجوم، وإما أن يكون هدفه أن يجتذبنا إليه بالحسنى والمعروف لكي يجعل منا أعوانا له. أرجح وجهة النظر الثانية يا صالح، خصوصا أن قازان قد دخل في الإسلام. ولما لا يكون قازان قد استجاب لابن تيمية لأنه شيخ الإسلام؟ يا جماعة هل نسيتم أن لدينا موعدا لحلقة ذكر في دار رضوان الحلبي؟ أجل يا حسان أجل، امضي سريعا واجمع فريق المنشدين والعازفين. هو الله، كم هو رائع وعظيم شيخنا ابن تيمية. من كان يصدق أن يرد سيف قازان إلى غمده أمام دمشق؟ يجب أن لا ننسى أن ذلك إلى حين، أو أنها طريقة أخرى من طرق الحرب يستخدمها قازان ضدنا. كيف؟ مراوغة. لماذا؟ ليستولي على دمشق بعد ذلك غنيمة باردة. إذا كان الجيش قد انسحب فلماذا يلجأ قازان للمراوغة؟ ألا يمكن أن يتوقع من أهل دمشق مقاومة له؟ ولكنه لم يجابه بمقاومة تذكر في أي بلد بعد انسحاب الجيش، فكيف يتوقع ذلك من أهل دمشق؟ إلا إذا كان شيخنا قد نجح في إثارة قلقه ومخاوفه من مقاومة عنيفة سيلقاها حين يهاجمها، فلجأ إلى المراوغة ليجنب جيشه أي خسائر في الأرواح والعتاد. لماذا تعولون على الشيخ ابن تيمية في مثل هذه الأمور؟ وهل قازان سيقرر إعطاء دمشق عهد الأمان استجابة لطلب ابن تيمية أو إكراما له؟ لا تتحدث هكذا يا بيبرس عن شيخنا، فللرجل احترامه ومقامه. يكفيه أنه لم يجلس في بيته أو يهرب من بلده كما فعل آخرون، بل ذهب إلى قازان وواجهه بمطالبه واستجاب قازان لها. بيبرس يقصد أن هذه الاستجابة مشكوك فيها، ولكنها حدثت بالفعل. وإذا جاز لنا أن نفترض الشك في عهد الأمان وأنه غير صادق فيه، فهل نشك في إطلاق الأسرى المسلمين وغير المسلمين؟ أنا لا أشك في ذلك يا مولاي السلطان، أريد أن نحث الخطى بالإسراع إلى القاهرة لإعداد الجيش والعودة به إلى الشام. حركة إعداد الجيش قائمة على قدم وساق. الناصر هنا يعمل على إعداد الجيش، وابن تيمية هناك نجح في منع قازان من دخول دمشق، وصاحبنا بيبرس جهوده ضد السلطان الناصر مهددة بين هذا وذاك. نحن بالطبع يهمنا مصلحة البلد وأن ننجح في صد التتار وهزيمتهم. بالطبع يا ابن مخلوف بالطبع، ولكن كم نتمنى لا يتم أي نجاح في ذلك على يد الناصر وابن تيمية. سبقتني إلى ما كنت أريد قوله يا نصر. لقد صار هيفرس بينهما كأنه بين شقي الرحى. في وضع كهذا تتجه فيه كل الجهود للإعداد لمقاومة التتار، لا يملك الأمير بيبرس إلا أن يوقف كل تحركاته التي يعدها للزحف إلى سلطنة الناصر. لقد خطرت لي فكرة وعلي أن أسرع بها إلى بيبرس. هيا بنا يا ابن مخلوف. فكرة عظيمة حقا يا شيخنا نصر. يحق لك أن تطمئن دائما يا بيبرس ما دام وراءك أستاذك نصر. بل أنا أسير وراءه، فهو أمامي وإمامي. عفوا أيها الأمير. هذه الفكرة التي عرضها نصر يجب تنفيذها على الفور، لأنها فرصة
والفرصة إن لم تنتهز في حينها تصبح معها كالقابض على الماء، بل كالقابض على الجمر من الحسرة والندم. أعاذك الله من ذلك أيها الأمير. حقا يا ببرص، الناصر الآن غارق في مشاكل إعداد الجيش ليثأر لهزيمته أمام التتار، وهذه فرصة لأن تتحرك دون أن ينتبه لمقاصدك، فليس لديه وقت للتفكير فيها كما قال أستاذك نصر. ولكن بصفتك نائب السلطنة يا سلار، يمكنك المساعدة على التحرك نحو الغاية التي نسعى إليها، وأول ما نبدأ به هو إبعاد المؤيدين للناصر من حرسه وقادة جيشه واحدا وراء الآخر، وإن استطعتم فبالجملة لتستريحوا منهم في أسرع وقت. هذه فكرة رائعة يا نصر، ولتكن وسائلنا متعددة لإبعادهم. على أن تتحرك وسائلنا في وقت واحد وتحت ستار العمل على توفير المخلصين الأكفاء لمولانا الناصر، نعمل على إبعادهم بحجة الشك في إخلاصهم له أو في كفاءتهم أو لأنهم كانوا من أسباب الهزيمة، ثم نزرع الأحقاد بينهم. قد يجعلهم ذلك يتصارعون فيجهز بعضهم على الآخر وتستريحون. المهم أن يثيروا الغبار حول الناصر فتغيب عنه الرؤية الواضحة، وندعي نحن أننا نرى نيابة عنه. ليتنا ننجح في تحقيق ذلك ثم نفرغ لقازان ويتحقق النصر على أيدينا نحن، ثم نطيح بالناصر. ونحن أيضا. أجل، ونحن أيضا. ماذا تعني يا أخي؟ ونحن أيضا، لماذا لا نقابل قازان؟ ماذا؟ أجل، لماذا نترك ابن تيمية وحده ينفرد بلقاء قازان؟ هل تعني يا أخي أن نذهب نحن أيضا إليه؟ وماذا في ذلك يا عامر؟ هل هذا حرام؟ ألم يذهب إليه شيخ الإسلام؟ الآن فقط تعترف بأن ابن تيمية شيخ الإسلام؟ مسعود، هل أنت جوعان؟ جدا. أعرف ذلك حين تخرف. أنت دائما عظيم الإدراك. حقا هناك صلة بين بطني ولساني وعقلي، فحين يكون بطني فارغا يقول لساني كلاما فارغا. هيا إذن اذهب إلى أختك واملأ بطنك بشهي طعام حتى تكون في طليعة الزفة الصوفية التي سنمضي بها إلى قازان. حي هو الله.
مولانا الملك المعظم محمود قازان فكاتها. من هذا الماء في المياه التي تغتسلان بها فيحفظكما من كل سوء. في هذا الماء كل البركة، فقد غسلنا به صخرتنا المقدسة. الخبر الجديد عن قازان؟ ماذا؟ زار الصخرة. حقا؟ أخبرتني بذلك جارتنا محبوبة عندما كنت أزورها صباح اليوم. وكيف يسمح له جعفر بزيارة صخرتنا المباركة؟ أمرك عجيب يا سعاد، وهل يستطيع جعفر أن يمنع قازان من زيارتها؟ يتحايل بأية طريقة ليحول بينه وبين ذلك، فقازان عدونا ولا يجوز أن يسمح له بأن ينال بركاتها. ينال بركاتها؟ اسمع يا ولد، أنا أعلم أن شيخك ابن تيمية. لا تدخلي شيخي في هذا الموضوع، فإنما كنت أقصد أن أقول، لماذا لا يكون قازان قد نال لعنة الصخرة بدل بركاتها؟ هل هذا معقول؟ صدق راشد يا أمي، فالصخرة تفرق بالطبع بين أعداء بلدنا وأصدقائه، وفي هذه الحالة تمنح قازان لعناتها. صدقت يا ابنتي. أهلا 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 بعدك. أهلا بك. من هذه التي سمعتك تقولين عنها إنها تمنح قازان لعناتها؟ الصخرة. الصخرة؟ ماهر، أتعود للضحك يا ولد؟ ليس راشد فقط، بل ابنتي هذه كذلك. ليس هذا بعجيب؟ أليس راشد هو الآخر تلميذ ابن تيمية؟ وهذا يسبب لنا مشاكل في البيت. هيا بنا يا خالتي أمينة، فلا مكان لنا بينهن. أجل، اذهبا إلى حجرتك بعيدا عنا. بل اذهبا إلى أبعد من ذلك، إلى شيخكم ابن تيمية. لقد أنقذتني يا خالتي أمينة، وجئت في الوقت المناسب. وأنا يا راشد ماذا أفعل وقد كتب علي أن أحيا مع زوج أمي هذا المشعوذ صالح؟ صالح، صدق أستاذنا ابن تيمية حين يقول إن بعض الناس قد عادوا إلى ما يشبه الوثنية، وأغلب علمائنا يسكت على ذلك ويتركونه وحده يحارب هذه المنكرات، ويكتفون بتأييده بأضعف الإيمان، بالقلب لا باللسان. كيف؟ هم يخشون إغضاب المماليك من أصحاب السلطة الذين يؤمنون بهذه البدع ويتعصبون لها. لك الله يا أستاذي ما أكثر الميادين التي تحارب فيها. هاجم التتار دمشق،
هاجمت تتار البلد؟ لطفك يا لطيف، كيف حدث هذا يا منصور؟ انتم بعبادك يا رب. عجبني يا منصور، كيف حدث هذا؟ كيف حدث؟ التتار انه امر فظيع، لقد فوجئنا بالناس تجري هنا وهناك في فزع وهلع، وهم يصرخون التتار، اقتحم التتار دمشق، فاسرعنا باغلاق الدكاكين وعدنا هربا الى بيوتنا. هيا نسرع يا امي بالعوده الى البيت قبل ان ينتشر التتار في البلد. هيا يا بناتي هيا. ولكن ماذا لو كانوا قد وصلوا للشوارع التي نمر بها في عودتنا للبيت؟ لا تعود يا أمينة، معذرة، أقصد يا خالتي عاتكة، من المحال العودة للبيت الآن، إذ ربما يكون التتار كما تقولين قد وصلوا للشوارع التي تمران بها. ولدي منصور معه الحق فيما قال. لا أحد في الشارع. بالطبع، فكل واحد قد هرب إلى بيته. أين زوجي عبد الرحيم؟ اطمئني يا سعاد، فكل تاجر يغلق دكانه ويسرع بالهرب إلى بيته. أخشى أن يهاجموا البيوت. يهاجموا البيوت؟ هؤلاء تتار لا يستبعد منهم شيء. منك يا ابن تيمية، لماذا حبستنا هذه الحبسة ولم تتركنا نذهب للقاهرة؟ صدقت يا أمي، فهو السبب. لو كنت منصور. نعم يا أمي. ألا تستطيع أن تهربنا؟ أهربكم والتتار يهاجمون البلد. والله إنهم ينقضون مهاجمين في وقت واحد كالجراد المنتشر، ذلك ليحمي بعضهم بعضا، ثم يتراجعون كذلك معا، وخصوصا في الليل، لأنهم يخشون أن يفاجئهم أهل البلد بهجمات من عدة كمائن تحت ستار الظلام. يخشون من يا عامر؟ أهل البلد. كيف تقول هذا يا زحل وأنت شاب؟ وما دخل الشباب في هذا؟ هل نحن جيش؟ نحن في داخل البلد نستطيع أن نفعل أكثر من الجيش. عامر، ما شأننا وشأنك بهذا الذي تقول؟ كف عن هذا ولا تعد إليه أبدا. وحدوه. لا إله إلا الله. لا إله إلا هو. واسألوه فالعون منه. اعذر أخاك يا صالح، فهو شاب يجري في عروقه الدم الحامي وليس عجوزا مثلنا. والله دعنا من هذا يا مسعود ولنعد لما كنا فيه. هل علمتم أن بعض الناس قد لجأوا إلى دار ابن تيمية كي يذهب إلى التتار ويطلب منهم الالتزام بعهد الأمان الذي أعطوه له ويكف عن مهاجمة دمشق؟ فلم يقابلوه، أليس كذلك؟ بلى، ولكن كيف عرفت؟ وهل يخفى علي شيء من أمور ابن تيمية؟ ومن عينك التي ترصد بها تحركاته وأذنك التي تتسمع بها أخباره؟ لا شأن لك بعيني وأذني يا جعفر. الشأن لله وحده سبحانه، كل يوم هو في شأن. ما رأيكم في أن نشيع بين الناس أن ابن تيمية قد غادر دمشق في هذه الأيام التي تتعرض فيها لهجمات التتار؟ وهذا يثير الناس عليه، فكيف يتركها في هذه الأيام العصيبة وهو صاحب عهد الأمان الذي نقضوه؟ قد يقول الناس أنه ذهب إلى التتار كي يطلب منهم الوفاء بعهدهم فاعتقلوه وأسروه. حقا قد يظن الناس ذلك، فنفكر في سبب آخر نبرر به شائعة خروجه من دمشق على أن يكون الاتهام مقنعا لا يشك فيه أحد. إذن أنت تلفق تهمة للرجل كالسيف تطيح بسمعته. يا طالب القضاء على عدوك حارب عدوك بسلاحه، يا طالب القضاء على عدوك حارب عدوك بسلاحه. حكمة جديدة من حكم حسان. حسان لا يحق للبطين
أن يستهزئ بالفطي. بالله يا مسعود، دع مشاكساتك لحسان حتى نفهم ماذا يعني بقوله. يا طالب القضاء على عدوك، حارب عدوك بسلاحه. كيف؟ ألم يحاربكم ابن تيمية بسلاح اتهامه لكم بالرغبة في الهروب من دمشق وتركها غنيمة للتتار؟ بلى. إذن تكون الشائعة هي أنه هرب من دمشق وتركها غنيمة للتتار. هنا تكون الشائعة قاضية ماضية كحد السيف. ويا حبذا لو أضفنا إليها أنه تآمر بذلك مع التتار. تعجبني تلك التوابل التي تضيفها للشائعة فتفتح شهية الآذان لسماعها وتثير العقول لابتلاعها. دمشق الآن من اتباع مشورة ابن تيمية. خراب، غارات بين الحين والحين ينهبون فيها البلد. عيني عليك يا ولدي، لقد نهبوا كل ما في دكانك. دكاني فقط يا أمي، لقد هجموا كل الأسواق وما زالت معرضة للسلب والنهب. الحمد لله على نجاتنا نحن، فكل شيء يعوض. كثير غيرنا لم ينجو يا عبد الرحيم، يا صديق ابن تيمية. وما ذنب ابن تيمية؟ إنما الأعمال بالنيات، وقد كانت نيته الخير لدمشق. أكاد أصدق الشائعة التي بدأت تنتشر أمس، والتي تقول إنه هرب لينجو من التتار، أو أنه قد... منصور! كيف تقول هذا؟ بعض الناس بل كثير منهم يردد هذا، وإلا فأين هو؟ ليس هذا شأنك. عدم ظهور ابن تيمية هذه الأيام سيساعد على انتشار هذه الشائعة. ونحن الذين نعرف ابن تيمية حق المعرفة نرددها. يجب أن نراعي حق الجوار بيننا وبين آل تيمية. بل يجب أولا وآخرا أن نراعي الحق، فهذه شائعة كاذبة. ولكنها بدأت تنتشر في البلد، وقد اختلطت الأمور في هذه الأيام العصيبة، فلم يعد أحد يدري كيف يفرق بين الحق والباطل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الذي جاء بك يا راشد؟ ماذا حدث يا ولدي؟ لماذا تبكي يا راشد؟ خبرني يا بني. أستاذي ابن تيمية، ما الذي حدث له؟ بل أين هو؟ أين هو يا جدي عدنان؟ أين هو؟ يا لك من ولد بار، يا لك من ولد بار. لم تخبرني يا جدي، أين أستاذي ابن تيمية؟ أستاذك بخير يا ولدي، ولكنهم يشيعون عنه، يشيعون عنه. ماذا يشيعون عنه؟ بالله خبرني يا ولدي. يشيعون عنه أنه هرب خوفا من التتار. ماذا؟ هل أطلقوا عنه هذه الشائعة التي تتهمه بذلك؟ بل هناك شائعة أخرى تقول إنه لجأ إلى التتار. سحقا لهم، متى أشيع هذا؟ أمس، ولكن أليس كل هذا كذبا يا جدي؟ أنت أقرب أصحابي إلي وتعلم أنهم يكذبون، أليس كذلك يا جدي؟ بلى يا ولدي، بلى، ولكن هل تصدق أنت ذلك في أستاذك؟ لا، لا يمكن أن أصدقه يا جدي، لا يمكن أن أصدقه، ولكنني لا أطيق سماع ذلك عن أستاذي. لا تسكت على هذه الشائعات، لا بد أن تقضوا عليها. بالطبع يا ولدي، بالطبع. لقد قلت لي يا جدي إن أستاذي بخير، ولكن لم تقل لي أين هو، أريد أن أراه. أنت كبير، كبير يا راشد. أنا كبير يا جدي. أكبر بكثير ممن يدعون أنهم رجال. ففي أوقات الحروب والأزمات، حيث نحتاج إلى رجال ذوي عزمات، تتكشف الحقيقة عن رجال أدنى من الصغار وصغار أكبر من الرجال، مثلك يا ولدي. تعال، تعال يا بني، تعال معي. زوجك صالح وراء إطلاق هذه الشائعة. يبدو أن أحدا قادم، وأخشى أن يكون عمك. لا، بل هو عامر. عامر، لابد أن يده أيضا تحركت في الخفاء لإطلاق هذه الشائعة. تعنينا ما يقال عن الشيخ ابن تيمية؟ بالله يا أمينة لا تظلميني، فأنا بريء من ذلك. أصدقك، فيدك أنت لا قدرة لها على الحركة، بل أنت نفسك لا تستطيع التحرك إلا بيد أخيك صالح. بس يا أمينة، إنك تسقينه كلاما أمر من العلقم. أيها يا خالتي عتيكة، فأمينة معها كل الحق في هذا، فما أنا إلا دمية تحركها يد أخي. معذرة يا عامر، فالحق أنني غاضبة من أجلك. حقا يا أمينة، حقا أنت غاضبة من أجلي؟ لأول مرة أشعر بفرحة يشوبها الحزن. لا، بل السخط والعار، فأنا جبان، جبان. لا تقل هذا عن نفسك يا ولدي. كان يجب أن أعارضهم في إطلاق هذه الشائعة الكاذبة، بل كيف لا أجرؤ على إعلان رأيي؟ لكن الشيخ أعطاهم الفرصة لإطلاق هذه الشائعة بغيبته المفاجئة. نحن لا ندري سبب غيبته هذه، ولكنها باليقين ليست كما يزعمون ويفترون. أعلم ذلك يا أمينة،
ولكن كيف يختفي في هذا الوقت العصيب؟ كم من أناس يغيبون عن الساحة ليعملوا ويناضلوا، وكم من أناس آخرين يزحمون الساحة بضجة جوفاء دون أن يفعلوا شيئا، وليتهم يخرسون. علينا أن نسرع إلى اجتماع دعا إليه ابن المرحل. لقد نصحت لكم فلم تستجيبوا لنصحي، واستجبتم لابن تيمية، وها قد ظهر من كان فينا على خطأ ومن كان على صواب. وهل هذا وقت حساب يا ابن المرحل؟ ولو كان وقت حساب فأخي لم يكن مخطئا حين اقترح الذهاب لقازان ليحصل على عهد أمان لدمشق. كيف يا شرف الدين؟ حتى لا تؤخذ دمشق على غرة، وحتى تكون لديها فرصة للاستعداد. الاستعداد لماذا؟ ولمواجهة من؟ التتار؟ لقد كنا ننجو بأنفسنا منهم. ننجو بأنفسنا ولا ننجو ببلدنا؟ نتركها نهبا للأخطار؟ هكذا نؤدي حق الله وحق بلدنا علينا؟ هكذا تكون شجاعة الرجال؟ هل الشجاعة أن تلقي بنفسك في الأخطار؟ ولماذا لا نواجه هذه الأخطار؟ والمثل يقول المنية ولا الدنية؟ دعونا من فصاحتكم يا أبناء تيمية، ودعونا نسألكم، أين أخوكم الشيخ ابن تيمية؟ مضت أيام ونحن نسأل عنه فلا نجده، فأين هو؟ أجل، لماذا يحتجب عنا ويمتنع عن لقائنا؟ يبدو أنه يخشى مؤاخذة تناله. ابن تيمية لا يخشى أحدا، والمواجهة طبيعة معروفة عنه. إذن لماذا نبعث إليه طوال هذه الأيام ونستدعيه فلا يأتي؟ ابن تيمية ليس في دمشق، ويبدو أن الشائعة التي يرددها الناس عنه صحيحة. كيف تجرؤ على اتهامي يا صالح؟